ينضم معنا مباشرة من البرلمان محمد فراس مراسل التغيير. أهلا بك محمد. اليوم ولليوم الثالث على التوالي يستمر اعتصام المتظاهرين داخل البرلمان، فما الجديد لديك؟ نعم، أحدثكم حيث أنا داخل بناية مجلس النواب، وحيث يتواجد المتظاهرون العراقيون هنا وليومهم الثالث في اعتصامهم المفتوح الذي أعلنوه قبل 3 أيام. التظاهرات متجددة، هنالك دعم أيضا من العشائر العراقية التي واكبت هذه التظاهرات ودخلت إلى هنا إلى مجلس النواب. نعم. الهتافات مستمرة، شعارات مستمرة بمحاربة الفساد وإنهاء الفساد والمحاصصة ومحاربة الفاسدين. المحيط الخارجي لمجلس النواب هو منظم على درجة عالية من التنظيم أيضا من ناحية التفتيش الأمني قبل الدخول مبنى البرلمان لحماية المتظاهرين، وتفتيش دقيق حتى نحن الصحفيون فتشنا عن طريق هوياتنا أيضا كل هذه الإجراءات كي لا يكون هنالك إرباك في التظاهرة هنا داخل مجلس النواب. الشارع اليوم فيه قطوعات أيضا لتأمين حياة المتظاهرين، أتحدث عن القطوعات عن الشوارع القريبة من مبنى مجلس النواب، نفق الزيتون، الشارع المؤدي من وزارة الخارجية، الشارع القادم من جسر الجمهورية، المناطق المحيطة في بمجلس النواب العراقي، كما شهدت أيضا شوارع العاصمة بغداد في أوقات الدوام وفي ذروة أوقات الدوام اختناقات مرورية لكنها انقضت بعد الساعة 9:30 صباحا. دعني أستغل الوقت وأستضيف عدد من المحتجين هنا في مجلس النواب. حياكم الله، اليوم اعتصامكم لليوم الثالث على التوالي، شلون تشوف أنت التظاهرة هنا، الهتافات، الشعارات، شنو أبرز الغايات اللي موجودة اليوم في مجلس النواب؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم وانصر ولدهم مقتدى مقتدى مقتدى، يا الله يا محمد يا علي يا مهدي انصرنا. طبعا سألتنا سؤال، خلي نترك السؤال خارج قوس، أكو رسالة أهم من هذا السؤال. أكو قنوات مبغضة وبيجات مبغضة للتيار الصدر وخاصة للزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر، جاي تنشر أخبار بأن التظاهرات خاصة بالتيار الصدري. طبعا وهذا ما يخفى على حتى حضراتكم، أنتم هسه هنا جاي يشوفون التشرين موجود ونحط سالفة أهلنا ببطن عيوننا، خوش، وأنصار المرجعية المتمثلة بسماحة السيد علي السيستاني الله يحفظه كلها موجودة من أجل العراق، والسيد القائد الله يحفظه واضح ماكو شيء مبغض وماكو شيء مبهم، يعني واضح للجميع. أنطى آخر فترة أمس آخر تغريدة، يعني وآخر فرصة للشعب العراقي هاي أنطاها بصورة مباشرة، يابه العراق للعراقيين مو بس للتيار الصدري. يعني تريد توضح لي انه التظاهر اليوم ليست حكرا على التيار الصدري؟ مو بس للتيار الصدري، واللي يقول للتيار الصدري خليه يجي لهنا للبرلمان ويشوف الواقع هنا شنو الموجود. والله العظيم هسه الموجودين كلهم انا اصدقائي من تشرين، خوش، واكثر اصدقائي طبعا ما انا صحيح بالتيار الصدري بس اكثر اصدقائي من خارج التيار الصدري وجايين لهنا هسه حاليا من اجل العراق، تركوا مال القديمه مال التيار الصدري والمقلدين، هاي طائفيه تركناها هي اصلا ما موجوده بس صنعوها ياهم، صنعوها المبغضين للتيار الصدري. تعالوا توجهوا لهنا وشوفوا الاجواء هنا مثل ما جاي نمشي هسه بالاربعينيه للامام الحسين، هدفنا واحد شنو هو؟ زياره الامام الحسين، خوش، وقلوبنا نظيفه نمشي لاجل الامام، ويا ما سمعنا طبعا سمعونك يا ما سمعنا بلكت منك من الاربعينيه ونطلع للخضراء، تعالوا هسه صارت هاي والفرصه متاحه للجميع، امشي عليكم الحسين تعالوا ونصر السيد القائد لا تخذلونه، والله تندمون اذا خذلتوا. والسلام عليكم. الله ايضا دعني استضيف احد المتظاهرين ايضا هنا واسال سؤال لربما يثار في الشارع العراقي، هل هنالك هنا في داخل التظاهره تحريض لربما للتعامل بخشونه مع يعني خلق فتنه معينه حمل سلاح؟ طبعا انت بالبدايه وضحت ان هناك تنظيم عالي وهناك تفتيش. اي تحريض ضد السلاح موجود، احنا مظاهراتنا سلميه واعتصامنا سلمي وسيبقى سلمي، بالسلميه ننتصر وبالسلميه نحقق اهدافنا. اليوم خرج جميع الشعب العراقي بكل طوائفه سنه وشيعه لا تفرق بينهم، جاءوا الى بيتهم وهو بيت الشعب البرلمان العراقي. البعض يسال لماذا جئتم الى البرلمان العراقي؟ نقول لهم
من هنا بدأ الفساد، من هنا ذهب شهداء سبايكر والصقلاوية، من هنا سقط ثلثي العراق بيد داعش، من هنا ظهر الجوع، من هنا عانينا 20 سنة من الظلم والاضطهاد والجوع، لهنا مصدر السلطة، هنا أرادوا أن يختاروا الفاسدين سلطانا علينا، جئنا رافضين لهم بثورة الحسين، ثورة عاشوراء التي تمثل كل الطوائف، كلا للفساد، كلا للتطبيع، نعم للإصلاح. القطاع الأمني اليوم شلون نشوف حمايه المتظاهرين سواء من القوات الامنيه او من اللجان المنظمه؟ طبعا هم القوات الامنيه كلهم اخواننا، اولاد عمنا وجيراننا، كلهم واقفين لان معاناه وحده، كان شرطي ان كان جنديا ان كان مواطن، كلنا عانينا من الفساد وكلنا عانينا من المحاصصه والتوافقيه. القطاع الامني المتظاهرين شلون نشوفه؟ غطاء جيد جدا، اول ما تدخل هناك تفتيش وتنظيم قبل المتظاهرين والقوات الامنيه، حتى بعض القوات الامنيه قدموا الطعام والدعم للمتظاهرين. وهذا يعني هذا انهم ضد الفساد ومع الاصلاح. شكرا جزيلا. نعم كما استمعتي نعم. وكما سمع المشاهد العراقي ان هنالك تنظيم عالي وهنالك تضافل للجهود وهنالك ايضا تضامن في المضمون والتوجه نحو نعم. تظاهرة سلمية لمحاربة الفساد. نعم مراسل التغيير محمد فراس شكرا لك.